السلام عليكم. Now we are going to discuss selective serotonin reuptake inhibitors أو الـ SSRIs. الـ SSRIs تعتبر هي الـ first line for management of depression أو الـ major depressive disorder ده according لكل الـ guidelines. بترشح أو بتريكومند دايماً إن إحنا نستخدم في الأول الـ SSRIs. طبعاً مشهورين جداً في السوق، أكيد سمعنا عنهم البروزاك اللي هو الفلوكسيتين، السيروكزات والباكسيل اللي هو الباروكسيتين، وفي كمان السيتالو، في منه شراب وتابلتس اللي هو السيتالوبرام، والايسيتالوبرام اللي هو مشهور جدا في السوق السيبراليكس، والفافرين طبعا اللي هو الفلوفوكسامين مشهور قوي وخصوصا في الاو سي دي، وفي عندي اللوسترال والمودابكس دول مشهورين قوي اللي هو السيرترلين. الاسسرايز الفلوكسيتين والباروكسيتين والسيتالوبرام والاسيتالوبرام والسيرترلين، كل الاسسرايز بيشتغلوا كميكانيزم اوف اكشن عن طريق انهم يمنعوا البلوكيد اوف سيروتونين ري ابتيك، وبالتالي بيزيد كميه السيروتونين في السينابتيك كليفت ويعمل الانتي ديبريسنت والانكزيوليتيك افكت بتاعهم. طبعا فيري ليتل افكت على النور ابنفرين، يعني نسبه انه يعملوا بلوكيد للسيروتونين بالنسبه للنور ابنفرين من 300 ل 3000 فولد سيلكتيفيتي. بالنسبه للاوتونوميك ريسبتورز اللي هي الماسكارينيك والالفا والهيستامينيك، هنا مفيش افكت او فيري ليتل افكت عليهم، فدي ميزه كبيره جدا بالنسبه مقارنه بالتراي سايكليك انتي ديبريسنتس. اليوزز اوف اس اس ار ايز بيستخدموا في علاج الدبريشن هم الفيرست لاين، وكل انواع الانكزايتي ديس اوردرز سواء الجاد او الاو سي دي او البانيك او الفوبيا او غيره، وفي الايتنج ديس اوردرز اللي هي البوليميا نيرفوزا والانوريكزيا. ناخد فكرة خفيفة عنهم. الـ eating disorders بيبقى الـ patient هي غالبا بيحصل في الفيميل، بيبقى عندها distorted body image، وفي البوليميا نيرفوزا بتبقى attacks of compulsive eating او بنسميها binge eating. ثم بعد ما بتاكل كميات كبيرة في وقت قصير وزود كنترول على الـ eating، بتعمل induce الـ vomiting self vomiting عشان ترجع كل اللي كلته وتحافظ على وزنها او تقلل وزنها. فمن اكتر طبعا الشخصيات المشهوره كان عندها بوليميا نيرفوزا اللي هي الملكه ديانا. النوع الثاني اللي بنسميه الانوركسيا نيرفوزا، هنا بيبقى البيشنت بتبقى شايفه نفسها انها يعني البادي ويت بتاع الويت عالي مع ان هي رفيعه جدا، فهنا بقى انوركسيا، هنا ما بتاكلش خالص، يعني ممكن تفطر بنص خيارايه وتتغدى بالنص الثاني ومفيش عشاء، فبالتالي بيبقى فيه سيفير بادي ويت لوس ودي هايدريشن، وطبعا بتبقى يعني المشاكل بتاعتها او كومبليكيشنز اكتر كتير من البوليميا نيرفوزا. كمان ديت بالنسبه للايتنج ديس اوردرز غالبا بيبقى عندهم انكزايتي وديبريشن، عشان كده بيبقوا الادويه بتاعت الانكزايتي والديبريشن زي الاس اس ار ايز بتبقى افكتيف، وممكن طبعا كسكندري لاين ممكن استخدم التراي سايكليك انتي ديبريسنتس، وفي جينيتك فاكتور طبعا في الموضوع ده. بالنسبه للايتنج ديس اوردرز والفرق بين البوليميا نيرفوزا والانوركسيا نيرفوزا. في كمان other indications للاس اس ار ايز زي البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر والامبلس كنترول ديس اوردر، ومن اشهر الامبلس كنترول ديس اوردرز اللي هي الترايكوتيلومينيا اللي هي بولينج الهير، والبروزاك في الحقيقه بيبقى فيري افكتيف خصوصا في الترايكوتيلومينيا. في كمان الباثولوجيكال جامبلينج والكليبتومينيا وهكذا. الانديكيشن الثاني هو الفازو موتور مينوبوزال سيمتومز او سيندروم اللي بيبقى فيها اكسسيف سويتنج وفلاشنج وبتحصل مع المينوبوز، والاس اس ار ايز والاس ان ار ايز بيستخدموا كاوف ليبلد من زمان في علاج الفازوموتور مينوبوزال سيندروم، ولكن الباروكسيتين بالذات ان لو دوز اللي هي 7.5 باسم بريستيل خد ابروفل من الاف دي اي في 2013 كفيرست نون هرمونال تريتمنت للفازوموتور مينوبوزال سيندروم. في كمان البري مينسترال ديسمورفيك ديس اوردر، و الفلوكسيتين باروكسيتين والسيرترلين اللي هو اللوسترال واخدين ابروفل من الاف دي اي لعلاج البري مينسترال ديسمورفيك ديسوردر. في كمان البريماتيور ايجاكيوليشن في الميل، كل الاس اس ار ايز افكتيف وخصوصا الفلوكسيتين والباروكسيتين اللي هو البروزاك والسيتالو. الادفانتج اوف اس اس ار ايز ليها ادفانتجز كتيره، من ضمنها انها less autonomic side effects
وليس كارديو توكسيك، ما عدا طبعا احنا قلنا السيتالوبرام انه بيزود الكيو تي انترفال برولونجيشن، والريسك اوف اوفر دوز طبعا اقل، او اللي هو ان ليها وايدر ثيرابيوتيك اندكس وليس اوبيزيتي، وان كان برضو بعضهم بيؤدي الى انكريز بادي ويت. بالنسبه للادفيرس افكتس بتاعتهم، معظمهم بيعمل نوزيا وفوميتنج، شويه نوزيا، وبيبقى فيه ممكن انيشال انكزايتي في بدايه العلاج وخصوصا مع الفلوكسيتين. دراوزنس، بعضهم بيعمل دراوزنس وانسومنيا، مع الفلوكسيتين برضو ممكن تعمل انسومنيا. وسيكشوال ديسفانكشنز، احنا قلنا ان كل تقريبا الانتي ديبريسنتس ما عدا اتنين بيزودوا السيكشوال ديسفانكشن، والدراج انتر اكشنز هنشوفها حالا، ما زالوا بيزودوا السويسايدال ريسك بس في الاطفال. يعني وجدوا ان التشيلدرن والادوليسنس بيبقى عندهم برضو انكريز ريسك اوف سويسايد. الفلوكسيتين على فكره ابروفد للاطفال علاج الدبريشن في الاطفال. هنا في حته مهمه للايفكت اوف اس اس ار ايز على السليب. الباروكسيتين مثلا معروف انه بيزود الـ سيديتنج افكت، عشان كده ممكن يعمل دراوزنس، ودوت بفضل استخدمه في العيانين اللي عندهم difficulty of sleep او عنده انسومنيا. يعني لو عيان عنده depression ومعاه انسومنيا، هفضل ان انا استخدم الباروكسيتين over فلوكسيتين، لان الفلوكسيتين ليه activating effect، يعني هو بيصحصح، عشان كده بستخدمه في العيانين اللي عندهم اكسسيف سليب او عندهم احساس بالفتيج. انا بصحى مكسل، مش قادر اقوم، مش قادر اروح شغلي، مش قادر كذا، فهو هيساعده وهيصحصحه ويديله يزود الاكتيفيتي عنده. فهنا ده فرق مهم ما بين الفلوكسيتين والبروكسيتين على السليب ديستربنس. دراج انتر اكشن مهم جدا اللي هو الفلوكسيتين والباروكسيتين، قلناه قبل كده مع تراي سايكليك، بس هنعيده هنا فيري سبيسيفيك، لان هو بوتنت، الاثنين دول بوتنت انهبيتور على السيب 2 دي 6 في الليفر، وبالتالي بيقللوا الميتابوليزم بتاع الادويه اللي بتبقى ميتابولايز بالسيب 2 دي 6، فبيؤدوا الى دراج انتر اكشنز، بيزودوا الليفل بتاعهم فيزودوا السايد افكتس. من اهم الادويه طبعا التراي سايكليك انتي ديبريسنس، لان ده ممكن يحصل ان انا بعالج عيان عنده ديبريشن، فممكن استخدم كومباينيشن. لما اجي استخدم كومباينيشن تراي سايكليك واس اس ار ايز، يفضل طبعا ان انا ابعد عن الفلوكسيتين والباروكسيتين في الكومباينيشن، عشان ما يزودش الليفل اوف تراي سايكليك فيزود التوكسيستي. في كمان بعض الانتي سايكوتيك دراجز زي الاريبيبرازول وزي الريسبريدون، وفي انتي اريزميك دراجز، وفي بيتا بلوكرز مشهوره زي البروبرانولول والكارفيدايلول. كل ديت ادويه ممكن تزيد الليفل بتاعها وسايد افكتس مع الباروكسيتين والفلوكسيتين. هنا في دراج انتر اكشن مهم جدا للباروكسيتين مع التاموكسيفين. التاموكسيفين كلنا عارفين ده هرمونال تريتمنت اوف كانسر بريست، هو عباره عن استروجين ريسبتور بلوكر بيتاخد في علاج الهرمون بوزيتيف كانسر بريست، بس هو عباره عن برودراج. عشان يتحول للاكتيف ميتابولايت بتاعه محتاج السيب 2 دي 6، والاكتيف ميتابولايت اللي هو الاندوكسيفين هو ده اللي بيقفل الاستروجين ريسبتور. الفلوكسيتين والباروكسيتين والبوبروبيون كلهم بيقفلوا السيب 2 دي 6، وبالتالي بيقللوا الاكتيفيشن اوف تاموكسيفين وتحويله للاكتيف ميتابولايت بتاعه، يعني بيقللوا الافكتيفنس اوف تاموكسيفين في الكانسر، فيرجع تاني الكانسر. طيب اشمعنى الباروكسيتين بالذات هنا اخطر كمان؟ الباروكسيتين في حد ذاته بيزود او بيبروموت الديفلوبمنت اند جراث اوف كانسر بريست. ليه؟ لانه هو ليه استروجينيك اكتيفيتي، يعني ليه دايركت اجونيستيك اكتيفيتي على الاستروجين ريسبتور، فنبعد عنه خالص في الكانسر بريست بالذات. ويفضل طبعا ان انا استخدم انتي ديبريسنت اخر ملوش اي دراج انتر اكشن على السيب 2 دي 6، فور اكزامبل مثلا زي الفينلافاكسين او الافكسر، هيبقى كويس قوي لانه ملوش لا اندكشن ولا انهبيشن على السيب 2 دي 6. الجدول ده ملخص الانتي ديبريسنس دراج، سواء الاس اس ار ايز او الاس ان ار ايز او الاتيبيكال انتي ديبريسنس، وعلاقتهم بالسيب انزيم انهبيتوري بوتنشال. لو بصينا هنلاقي الفلوكسيتين والباروكسيتين هم اكتر اتنين ليهم انهبيتوري اكتيفيتي على السيب 2 دي 6، عشان كده كانوا بيعملوا دراج انتر اكشنز مع السبستريتس اوف سيب 2 دي 6 زي الاذر انتي ديبريسنس، زي الانتي سايكوتيك، الانتي اريزميك، البروبرانولول والكلام اللي احنا قلناه، وطبعا التاموكسيفين والباروكسيتين كان على الحته دي برضو. لو بصينا كمان هنلاقي اللي هو الفلوفوكسامين اللي هو الفافرين، مشهور قوي في علاج الاو سي دي، هنلاقيه اكتر واحد او تقريبا هو
اللي بيعمل انهبيشن للسيب 1A2. الانزيم سيب 1A2 ده مهم جدا في الميتابوليزم اوف كلوزابين، وده انتي سايكوتيك مشهور، والسيوفلين، والاثنين دولت مهمين جدا ان الليفل بتاعهم ما يعلاش عشان ما تحصلش توكسيستي. فبرضه مهم قوي مع الفافرين ان انا لو بستخدم السيوفلين او كلوزابين يبقى هقلل الجرعه. ولو بصينا النيفازودون ده واحد من الاتيبيكال انتي ديبريسنس، برضه اكتر واحد بيعمل انزيم انهبيشن للسيب 3A4. وطبعا السيب 3A4 بيلعب رول مهم جدا في البنزودايزيبينز ميتابوليزم. لو بصينا هنلاقي ان اكتر واحد الموست سيف ملوش دراج انتر اكشنز تقريبا على السيب هو الفينلافاكسين، والميتابولايت بتاعه اللي هو الديس فينلافاكسين. طبعا الفينلافاكسين من الاس ان ار اي، لو بصينا على الديلوكسيتين بيعمل انهبيشن برضو للسيب 2 دي 6، لكن الفينلافاكسين لا. ولذلك الفينلافاكسين يعتبر من احسن الادويه اللي ملهاش دراج انتر اكشن على السيب. وطبعا ما ننساش الدراج انتر اكشن ما بين التراي سايكليك انتي ديبريسنت والسيتالوبرام. هنا بقى مهم قوي السيتالوبرام، وعليه كمان البلاك بوكس نزلت من او وورنينج بوكس من الاف دي اي ان الجرعه بتاعته ما تزيدش عن 40 مللي جرام، ويستخدم فيري كوشسلي في العيانين اللي عندهم ريسك اوف كيو تي برولونجيشن، سواء كان ريسك فاكتورز او ادويه اخرى بتزود الكيو تي. بنخاف طبعا من التورسات دو بوا اللي هي الاريزميا الفيتال اللي ممكن تحصل. ودي اسماء السيتالوبرام في السوق: سيتالو، رامديب، سيبرام، في ادويه كتير او سيدوبرام، في اسماء كتيره قوي في السوق لسيتالوبرام. نيجي بقى لسؤال مهم جدا، وهو how to manage the SSRIs induced sexual dysfunction. وفي الحقيقه معظم الانتي ديبريسنس، يعني SSRIs والSNRIs والترايسايكليك والماو، تقريبا كلهم ممكن يعملوا sexual dysfunction. يعني بيبقى فيه delayed ejaculation و erectile dysfunction في الميل، والفيميل ممكن تبقى فيه شكوى من ان reduction في sexual desire وهكذا. في الحالة دي المانجمنت number one reduce the dose of the drug of antidepressant if possible، لو اقدر اقلل الجرعة. وممكن اضيف اللي هو السيلدينافين او الفياجرا to improve ال erectile function في الميل. فلو ما قدرش الموضوع البروتوكول ان انا لما قللت الجرعه واضفت الفياجرا الدنيا لسه ستيل في سيكشوال ديسفانكشن او الشكوى موجوده، طبعا دي هتزود الدبريشن فلازم نمانج. في الحاله ديت بنريبليس بانذر انتي ديبريسنت وذ فيور سيكشوال سايد افكتس. زي ايه؟ زي اللي هما الاتيبيكال انتي ديبريسنتس مشهورين: الميرتازابين اللي هو الريميرون، والبوبريبيون اللي هو الويلبوترين، وعندي الفورتوكسيتين برضو اللي هو البرينتليكس اقل سيكشوال ديسفانكشن، والاجو ميلاتين. على قد ما نقدر اما ان انا اقلل الجرعه واضيفهم او ان انا اريبليس لو يقدر. نيجي بقى للاس اس ار ايز اوفر دوز، او لو العيان خد دوايين الاثنين بيزودوا السيروتونين مع بعض، يعني اس اس ار ايز كومبايند مع ماو انهبيتور مثلا، او كومبايند مع تراي سايكليك انتي ديبريسنتس. طبعا هنا ممكن السيروتونين يزيد، وبالتالي بيؤدي الى سيروتونين سيندروم. هو عباره عن رابيد اونست اوف مينتال ستيت تشينجز، يبدا العيان يبقى اجيتيتد وكونفيوزد، واوتونوميك انستابيليتي، تبدا تبقى فيه اوتونوميك هايبر اكتيفيتي، تاكيكارديا، دايوريا، هايبرثيرميا، ميدرييسيس، العيان بيترعش، وكمان نيورو ماسكولار بيبقى فيه ريجيديتي وكلونس، والريفلكسز بتاعته عاليه، وتريمورز وسيجرز. كل دي اللي هي السيروتونين سيندروم او الكرايتيريا اوف سيروتونين سيندروم. طبعا ممكن ضغطه كمان يعلى، ولذلك بنتجنب استخدام الاس اس ار ايز مع الماو انهبيتورز. ولازم تكون لو انا هشفت مثلا من اس اس ار اي لماو انهبيتور لازم يبقى فيه ووش اوت بيريود 2 ويكس، يعني اسيب اسبوعين فرق ما بينهم عشان يكون السيروتونين نزل. اما مع الفلوكسيتين مثلا، لان ده لونج تي هاف، بيريكومند ان يكون شهر كمان. فده مهم جدا. السيروتونين سندروم هنسمعه كتير كدراج انتر اكشن ما بين الادويه اللي بتزود السيروتونين. اخر نقطه في الاس اس ار اي، وهو ادفرس افكت، صحيح رير بس احيانا بنشوفه في العيادات عندنا، انك ممكن تكتب فلوكسيتين او باروكسيتين او حتى سيتالوبرام لعيان ويجي يشتكي من اكاسيزيا اللي هي موتور ريسلسنس، مش قاعد على بعض يا دكتور، او
الديستونيا، يعني في ماسل سبازم في وخصوصا في الناك او في الباك. طب ده ازاي الاكسترا بيراميدال سيمتومز دي بتحصل مع الانتي سايكوتكس؟ نتيجه ان هم بيقفلوا الدوبامين ريسبتور في البيزل جانجليا، فبيقلل الاكشن بتاعها، بيعمل اكسترا بيراميدال. طب بالنسبه للاس اس ار اي هيعملوها ليه؟ وكمان احيانا التراي سايكليك يعملوها ليه؟ في ديفرنت ميكانيزمز بيحاولوا او ريسيرش اكسبيرمنتال يحاول يفسر. فقالوا ان الاس اس ار ايز بتعمل انهبيشن للتيروزين كاينيز اللي هو الريت ليميتنج انزيم للدوبامين سنسز، وبالتالي بيقل الدوبامين في البيزل جانجلي. ده التفسير الاولاني. التفسير الثاني بيقول ان زياده ال 5 HT مع الاس اس ار اي بيشتغل على ال 5 HT2A ريسبتورز اللي في البيزل جانجلي على الدوبامينرجيك، تعمل انهبيشن للريليز فتقلل الدوبامين ريليز في البيزل جانجلي، فبرضه يعمل اكسترا بيراميدال. الحاجة الثالثة ان الاس اس ار ايز احنا لسه قايلين زي الفلوكسيتين والباروكسيتين بالذات بيعتبروا سيب 2 دي 6 انهبيترز، وده الانزيم اللي بيعمل ميتابوليزم للانتي سايكوتكس. فلو العام بياخد انتي سايكوتك زي الاريبيبرازول مثلا المشهور بالاكاسيزيا او الريسبريدون اللي بيعمل اكسترا بيراميدال بس في الهاي دوزز او مع التيبيكال طبعا، وخد معاه اس اس ار ايز هيقلل الميتابوليزم بتاعهم فيزود الليفل فيزود الاكسترا بيراميدال. دي التفسيرات اللي بيحاولوا يفسروا بيها ازاي لما ادي اس اس ار اي يحصل اكسترا بيراميدال سيمتومز. طبعا دي موجوده ككيس ريبورتس ومعظمها اكسبيرمنتال. كده احنا خلصنا اهم النقط على الاس اس ار ايز. جود لك اند ثانك يو.